السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أسطوانة العادية واعية وإني من الصبح. لا والله اليوم عاد لا واعي ولا شيء، توني ناش توني ناش والويه ميفن. أو زي شو أسوي؟ رقدت رقدت من عقب ما صليت الفجر، رقدت في خاطري شوية بغفل بختل شوية وبلش وخدتها وحدة. الحين سكت تمان وبعدين الا طايح ما براي مشل عمري. البارح الكابتن سوى لي تمرين ريول، تمرين ريول واستطاله. الاستطاله هذا اللي يمتح يديك ويمتح ريولك وما ادري شو يسوي، فلذلك اتعبني كدني. سمعتوا المكد هاي البارح؟ المكد هالنمونه ها هذا الله يحفظكم اللي خلاني يضحك هالحينه. قبل ما افتح اصبح عليكم يا رسالة حارة، توها توني بفتح السناب قلت في خاطري بطالع هذا منو شو طرش. المهم طلع ريال من الحرب والله ما اعرف شو النكنيم ماله. المراد عادي سالني منو حنتير خادم احمد البارحة؟ واحد الوصف هذا وصف يتواصفه ببه عن ابوه غدا حنتير خادم احمد. حنتير خادم احمد من كثر ما يتشكى، من كثر ما هو ما عنده شيء ابدا، دومه حنتير يصيح بالمالحة. وهو خادم رجال يسمونه احمد، يزقرون عاد خلاف حنتير خادم احمد، فينضرب بالوصوف من كثر ما يتشكى انه دومه ما عنده شيء. فهاي يسمونه الحنتير، الحنتير اللي مره معدم ما عنده قوت يومه، ما حد ما عنده قوت يومه، الطير وهو طاير عنده قوت يومه، هذا من كثر ما هو يتشكى بسموه الحنتير. يعني في الرداء أو في قل المحتوى، يعني ما عنده شيء أبدا، ما يايد ولا يعلم، هاي يسمونه حنتير. مرة 60 سمك تنق، فهذا حنتير أحمد يضربوا بالوصوف. فمن المناقيد ان الانسان يجلس دومه يصيح بالمالحه، يصيح بالمالحه، يعني على اساس انه اللي عند الوادم عندهم بيعطونك مره مرتين ثلاث عشر، ما بيعطونك دب الحياه. لا دمي صرف عمره يتحرك، ترى ذي بنت عسعس ولا سبع النعس، ذي بنت عسعس ولا سبع النعس. رجال يا رجال ما يجلس دومه يتشكى، دوما يتشكى عيب عيب عيب. يوم يجلس عند الريايل ولا بالحرمة بتصير عند الحريم حالة هالنمون، حتى لو اجعل حالة لو فيك ما فيك، لو فيك ما فيك، منقود من حتى تغدي أصلا ممل، ما حد يشاهد وجهك ولا حد يباك ولا حد يجلس عدالك. هذا اللي هالنمونة ما دوما منبوذ، لا في ميلس لا في سيرة لا في يجي لا في عمر. السبب شو؟ كثرة التشكي، التذمر، ان يعني من يجيب ما يجيب كل الأخبار الشينة، إلا حالتنا هالنمون، إلا اليوم خلص هذا وهذا اليوم ما عدنا وهذا عدنا، ويا عثرتنا وين بنيب هذا ليش هذا شيء كالب. كثير الشكوى وكثير التذمر وكثير اللي يتشكى دوم وما عندي وما هذا، يغدي أصلا ممل. لو حد اللي بيلجمك يدلثمك يدروبك شو عندك وشو ما عندك وشو، حتى لو انت حين تقول ما عندك والناس ترى كلها تدري، ما شيء يتغبى، يعرفون شو عندك شو مصروفك، يشوفون حالك يشوفون وضعك، لكنك انت تحرى الناس عبطة او اغبياء او ما يفتهمون. عيب الرجال ولا الحرمة اللي في الاخير ما تتشكى إلا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مشكى لله سبحانه وتعالى. عندك صاحب، عندك أخو، عندك صديق، عندك أو اللي بيعطيك بينه وبين نفسه بيدري دار دارة ودار ما دارة. هذه طالت عماكم قصة حنتير خادم أحمد بن صقر الفلاح من سكان المارية، فبيته منصب عالم وساير ويا شيخ هاي الرمز قبل مئات السنين، والعالم تي من شرق وغرب، اللي بيصير شرق واللي بيصير غرب، بيت منصة ويتبدلون أحاديث والساير والياي يعني العالم كلها تي في الماري سنين يخطفها. وحنتير الأول ما بسمع حنتير،
الحنتير فايز قرون عادل حنتير خادم أحمد وحنتير خادم وآزم كلمة حنتير خادم أحمد تلفظ وتنطلق لكل إنسان دوما يتشكى ما عنده يذكرونه يا الحنتير المنتف الحنتير المنتف هو هذا اللي دوما يقول ما عنده هو عنده اي والله شفت العجل هنا إن شاء الله كله ضرب على مد النظر هذا اللي هو الفول السوداني هذا تخليه 4 أشهر من عقب اللي 4 أشهر بوي تعال وطمش هذا تعال وطمش راويناكم كم من يوم نحن شوف العجل بالله عليكم والله يا جرهم الله يا جرهم هالخدمة شغلة شوفوا كم غاط بغاط وكم كم رضف وكم شغلة شغلة متعبة بتحر. شوي 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 بتتكون صلاح إيلس عقب لاحج على السح شو اللي لحظة صبر دقيقة 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 زين بيتي صلاح كل مستعيل كل مستعيل عرس واختانه في ليله وحده ما يستوي صلاح يختنون ويتريون فتره وخلاف الرجال الولد يكبر ويغدي ويكد وخلاف يوزونه انت بتبل عرس والاختان في ليله وحده لا لا كلام يا الله اكبر بين فتره شو صلاح لا لا واعي نحب يجون اقولكم ابي فتره ثانيه يوم تجي المشاركات من شرق ولا من غرب انا ما ادخل عنكم بخيره يوم شيء فنان وجميل وشيء متابع مهتم في الزراعه ولا شيء متابع في دوامه ولا شياته ويطر الشيء وهذا شيء يعني يوالم سنابي ويوالم الفئه اللي تتابعني انزله يعني الناس تشوف المتابعين وتشوف الصوت الاماراتي وين يوصل ساعات يعبر القارات والمحيطات يوصل أماكن كثيرة لكن شيء ينعرض وشيء ينطرأ وشيء ما ينطرأ السلام عليكم والله كنا منتظريك يوم ورا يوم حتى ترجع نتونس بهالفيديوهات الحلوة والمواضيع الحلوة ويلكم باك أبو محمد مع السلامة أنا بعد أبوك أقول لك ويلكم تو يو اي اي تعال ابو يقرب عندنا الامارات بمشيك ابو ظبي بمشيك دبي بقيه الامارات كلها بتشوف دار ما قد شفت هبل هناك زابن في امريكا خذ لك رخصه كم من يوم وبتي لا 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 بيكون زياره ولا ما ادري اللي على هواك انت لاني ما اعرف انا حساب هذا الرجال الحين اللي رمسني هو اللي يدخل هالنمونه ويطرشون الفيديو وانا اخذه وانزله هذا الشرطي بيكون عسكري زين لهجته عراقي واظني متدير امريكا وجوازه امريكي هذا لو ما جوازه امريكي ما اشتغل في الدوريه دوريه ويلس والاشياء وايد ما شاء الله عنده المراد ابوي قرب عندنا الامارات مرحبا بك وسهلا سويز وبنتي بنرمس وياك بنرويك بلادنا ما بخلي بك ابوي لحول ولا يزر ولا يبال ولا سهول ولا بران ما بخلي بك بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد صبحك الله بالخير من إمارة عمان أنا اليوم الصبح تابعتك يا أبو محمد على السناب وكنت تتكلم عن العسل الأسترالي وعقب تكلمت عن موضوع أو دخلت في موضوع الأشجار المعمرة وما ضمن أشجار الغاف وغيره فشوف يا أبو محمد بالصدفة أنا طايف وشفت هذا الشارع جديد في عمان هنا طبعا كل الشكر لدارة البلدية والتخطيط في عمان وكل البلديات في الدولة لأنها تحافظ على هاي الأشجار المعمرة شوف كيف الشارع مر من هذا المكان اللي هو شيارة ثانية طبعا يمكن تتم إزالته لكن شيارة الغاف شوف ما شاء الله سوى لهذا الرصيف حماية له يعني والشارع مر من عدالة طبعا هذا كل المحافظة على هذا الشيار للأجيال إن شاء الله الجاية شكرا يا أبو محمد رقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالك أخي؟ الله يسعدك رقية شيء داير في النصيف ما أشوفك زين شرات الظلة هي الحين عدل هي أقول لك رقية نعم ما تولهت على أبو ظبي والله تولهت على أبو ظبي وايد يا خالد والله العظيم الحمد لله رب العالمين هاي رقية الله يسلمكم في السودان الأول في أبو ظبي من الديرة كم كملتي أبو ظبي قعدت في أبو ظبي 21 سنة
لا بس عاد عليك انت عاد عنده هلجه حينا ان شاء الله ان شاء الله مبسوطه هناك في السودان. والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لك لكن ابو ظبي لها روحها طعم غير ها بس ابو ظبي لها طعم خاص الحمد لله رب العالمين. المصيبة الحمد لله جلسنا والحمد لله رب العالمين يعني انتوا اخوان ما بعدكم اخوان والله الحمد لله متخاوي رحمه ماما عوش رحم الله يعني اوتني كبنتها وانتوا اخواني الحمد زي بويهج انا ما اشوفك كامل ظهرت لي الا نص ويهج رغية اي واحد هي الحد ويهج كم اكبر الحين ربع الويه ظاهر ظاهر الربع الحمد لله الربع ايه حين كامل كامل ايوه يا سلام رقية شو الجو عندكم الحين في السودان انتوا في الخرطوم والله الجو عندنا في السودان كان المطر والحين شوية يعني داخل علينا البرد لكن الصبح بيكون شوية يعني بارد الظهر حار زين زين شهر 11 ان شاء الله بيكون البرد كامل باذن الله يا مرحبا انتوا في الخرطوم الحين نحن في مدرمان تعرف مدرمان؟ لا شعرني بمدرمان احنا في مدرمان الخرطوم ومدرمان طبعا ما سمعت السودان هي السودان ثلاثة مناطق الخرطوم العاصمة مدرمان بحري وانتم مدرمان نحن في مدرمان انت لو تشوفين الحين رمش صلاح ما بيعزل له اني انا رمشت ترمسنا احنا بس داير خديجه بس اي والله مشكله صلاح مشكله صلاح تعالي لي سعاد تعالي لس ايلس زين انت الحين ايلس انت ما علي ما حتى تبي ترمسك ايه زين تبي ترمس رمس خير كيفك انت تمام؟ زين الحمد لله مستاقين يا خير رغية تبونيكم السودان ما بخبر حد ما بخبر ترى ما بي انزين زين رغية تبونيكم لو ما تبونه ايوه صلاح صرت السودان انت قبل قبل صرت ولا لا بعد تجرب هب لا قبل اول متى صرت كم يلس رغية كم يلس عندكم يوم ياكم شهر كامل ايوه شهر كامل كان جالس معانا هي شد صرت ليش زين شو العيب هو لا اخباخ لا ما يقول لك الاول يوم كان عندهم تحب لك زعلان انت سنه ولدني اول انا نسيت الحين بلاش كنسل شو اكنسل بليد بليز قول بليز لا بليد كنسل بليد اسوي ديليت ايه ما زين سمعتي بالله عليك يقول سوي ديليت لا تسجلها يغار عليك شفتها تغار على رقية انت الله اكبر خلاص ابوي خلاص اسد تعال شو اللي صلاح بيصير زعلان ناق مني نقمه اليوم والله العب باروت غادي صلاح زين امس ويا رقية رقية بيباني يسير حق يتخلى روحه ويرمس وياها يا رب الله اكبر عليك هذا الله ما في النار بارد والله العظيم ما في هل طحني تحرى المكالمة بيزات هذا البرنامج اذا عندك واي فاي ترمس بلاش وهو هذا كله يحاتي الفاتوره ليش يا صلاح قديت هالنمونه ليش قديت هالنمونه انت ما كنت هالنمونه يا صلاح ها هذا باباي مين انترنت لا انا ما اسمع فلاد منو بيسمعك لا انا هي فلاد هي ابا بتقول هني هي زين الحين منو عندك ما حد الحين عندك حق يزعجك وتبي تتخلى ترمس حد عندنا صاري حد صاره لا يبا يا فرج الحين زين بيونا خلاص بروخ من الحين يوم اللي بينا بروخه الله اكبر والله العظيم يا هذا خليك كسر
شوف انت هذا الحين انا ما ارمس وياه ولا يكلمني ولا انا ما بتكلم وياه خلاص انا زعلان بابا مد 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 انترنت لا لا دليت مد مد سويت له دليت سويت له دليت انزين الحين لا تكلمني لا الصبر ما عليه ما احب اخلي دريولي وش لك تصير بيتكم لا لا ولكن كثر ما جيتنا كل زعلان وكل زعلان كل زعلان ما جيت ما بديت ما جيت هذا لو بسمع منو هني منو اللي ما يسمع لا هنا فراتنا حنا فرات زين شو سوينا شو ما بيديح لي يا صلاح لا هذا دليت هذا مو سوي دليت ايه انت الفيديو اسوي له دليت بابا هذا بابا انت دليت انا زين هذا ها هريس قد مورنينج زين ليش ما تسلم عليه هذا عيل قوم رقية تسلم عليهن رقية تسلم عليهن انا ابو اعطاك شيء سر ابوي ما يتحاكى ما يتحاكى لا حول لا صلاح انت شو ياك النمر تسيت شو بعد صلاح النمر غديت انت زقر زقر اسد خلي ودي بيته خلاص تحت زعلان زعلان لا بريد ما اسوي بريد ما اسوي ما بتسوي نحن دري فيدي مصورين نسوي له دري ما بزين ما زين ليه منو قالك ما بزين لا الناس فلت ناس لازم يشوفونه لا نحن نصور له شو سودان ما نبي خبر السودان ما انت ما حد درى انه ترمس انت في السودان هاي اللي نحن رمسناها ما باسمها رقيه ولا كانت عايشه عندنا عند قوم امي الاول وما تديره ترى 21 سنه شو ما بيعزله انزين وهذا ما يعرف حد في السودان صلاح الله اكبر صلاح السلام عليكم محمد كيف الحال خالد عساك بخير عزيز وغالي طال عمرك كيف حالك يا مرحبا يا مرحبا لازم اليوم واحد يشوف عمرك متفيج مرة وزورنا في المزرعة الأجبان كل سنة زورنا هنا ذاك الله خير إن شاء الله وكيف حالك طيبين الحمد لله الحمد لله هذا المنظر الحلوة أول الصباح يعطيك العافية إن شاء الله يا مرحبا يا مرحبا وسهلا منو منو صلاح منو دكان دكان ايه ها حبيب الدكان دكان منو تكلم ويا قول انت منو من دوين انا مجوري انا اخو منهل اخو منهل وليش ترد على تليفوني انت بقول شغل حبيبك يا فارق له ها وبالوالك انت ما انا هناك مشغول انت ليش تمسك تليفوني تليفونك انا ليش يوم ما اريد ازخ تليفونك تيس تتهندق لا بليك انا بليز انت قلت بليز ايه؟ سمعت قال بليز ايه قال لك بليز قدام ايش كبر اسمع وجوري قال لك بليز قال بس خلاص خلاص قال انزين انت حين تبى تسلم على زيد والعبيدي يلست عندنا كل يوم تجلس لي الساعه 10:30 ايه؟ وعشر اليوم 9:30 وحين بتشتل ليش بس عندك شغل يبدي كذا انا تتغدى وين؟ ما علي ادري سمعت المسج، احب وين بتصير تتغدى اليوم؟ بديه انسي الله يحافظك. يلا مشكلة؟ لا ما شيء مشكلة، أنا ما قلت لك شيء. أنت ليش ما تبي تجلس؟ أنا ما أدري بك. بس أسد بكرة لا تجيبونا صلاح، نحن ما نباهينا. لا بس خلاص. تعلت زعلان؟ لأني تكلمت ويا قوم رقية بهذا سكايب. سوي فيديو ما يباني أسلم على رقية، يبي بس هو يسلم على رقية. انا بسير السودان روحي وبنخط برقية حق اسد بنجوزها اسد بن اي شو بيسوي ها شو صلاح شو ما اشوفك شو فلاد بيش بن صار السودان قول عاده رقية يا رقية تراني بخطبة الاسد بنجوزش اسد ما تبين صلاح صلاح ابوي اليوم لا بقضوا قادم مره ما يتحاشى باروت ها انزين بسلم عليها معك متى الخميس يبسي البحر حبيبي انت
زين ماشي بسير وياي البحر. انا ما اقدر عليك. ليش؟ ترى اللي يصير البحر مجنون. يلا ما باليد حيلة. يوم طالت عماركم سادس من شو؟ من يومينا من دبي، من دخلنا حدودك انت يا ابو ظبي، اليوم سادس يوم، لازم اليوم إعادة الفحص. نحن من جينا حين اليوم لنا سادس، فلازم نسير بنسير خيمة الباهية نسوي الفحص اللي هو يعني احسن ما تلحقنا الغرامة. يقولون إذا أنك تبطي عن ست أيام تي غرامة، فالالتزام بالقانون. أنا الأول ما أعرف حين يخبروني، لا والله أعرف، عرفت حين وبمشي حسب القانون. فلذلك بسير خيمة الباهية وبسوي الفحص وبهفك عمري حسب ما يلحقني العتب ولا الغلط، يعني انه يلحقني بمخالفه خالفه بهالكثر الف. ايه مثل ما عودتكم يوميا بيكون شيء ابداع وابداعين، مجهود مجهودين، وبرزه لكم اياه بالطريقه اللي توالمكم وتعيبكم، والشيء اظهره بما يرضي الله، الشيء الجميل، الشيء اللي انا افتخر فيه دائما ويعيبني الجهد هذا، شيء لا بد له من الظهور من الظلام الى النور. ابداع بهالطريقه، جهد يشكرون عليه بناتنا وشبابنا، لكل مجتهد نصيب. فلذلك ما الواحد ما يهضم حق الوادم، معلوم انه اعلان ومدفوع الحق مدفوع الاجر، يا غير كل شيء ولشيء يسدكم التغليف ويسدكم طريقه التقديم وطريقه الذوق الرفيع. هذا ترى هوم ميد، والهوم ميد اي شيء هوم ميد خذوه وانتم غامضين، بالأخص إذا عندهم ترخيص وبنات. اجتهاد شخصي ما قلنا لكم، لكل مجتهد نصيب. كل ما كان الفينيشينج جميل ومغري وفكرة حلوة، مثل هاي فكرة بازة لسنو وايت، الشوكلت هذا، الحلويات هل تشوفونها 4-5 أنواع، هاي تقريبا ما يقارب 98 حبة، حبة من رقائق البسكوت، كل واحد غير عن الثاني، كل واحد غير عن الثاني، يمكن أكثر عن 6-8 أنواع اللي عندها من البساكيتها، من نوع الكرواسون ولا لا لا، كل الأشياء اللي عندها. البوكس هذا اللي تشوفونه الحين بوكس، هذا مكس فيه كرواسون محشو بالبستاشو ومغطى بالشوكلت، فيه ريد فلفت ترابل رقائق شوكلت، سوفت بيكان، وفي جوز البيكان مع الكراميل ومغطى بالشوكولات. أشياءهم جميلة، أشياءهم جميلة، يسد إنه هوم ميد. هوم ميد أي بلد تسيرون أنتو، سوق كامل في كل فريج، في أسواق في الشهر تسوى. صورت لكم مرة كم مرة من سويسرا، من في إيطاليا، في فرنسا، في لندن بالذات، كل أسبوع أو 20 يوم يسوون مهرجان تسوق في كل فريج، كل راعية منزل أو كل راعي منزل يظهر محصول حديقته، محصول مطبخه، اللي يطبخون بناتهم، حريمهم، عيالهم، فهذا يكون غالي. فالحمد لله رب العالمين، نحن بناتنا مجتهدات، مثل ما قلت لكم لكل مجتهد نصيب. اللي تشوفون هذا ما يم من فراغ، هذا لا تشوفونه شيء عادي، هذا ترى مش عادي، مجموعة خلطات عديدة وكثيرة وأغلبها وايد زينة، ولكن لين يوصلون إلى الطعم اللي هني بني يقتنعن فيه يأخذون وقت ويأخذون وقت، فما يوصلون ويصيبون الهدف إلا بعد مشقة وتعب. فهالمنتجات أنا أنصح كل حد يبقى سناك أو يبقى حلويات، بدل ما تصير حفيزات اللي من غير الأشياء هاي، إنتاج المبدعات بناتنا وشبابنا الله يحفظهم، هاي أشياء وايد زينة ويجب علينا نحن دعمها، تطعمها وانتو، واللي ما بيوز ما بلازم انك انت تكرر، وشيء باسعار رمزيه وشيء زين وفنان ما يبغى له كلام. ها والله غلطان اللي ما ياخذ منه بوني له بالطعام، اللي طاح كتباني باقي انا بقول أقول لكم. هذا بعد منتج عندها اسمه ميكس بلوك. الميكس بلوك عبارة عن 4 نمونات، نمونة واحدة مانجو، والثاني بستاشو، والثالث كراميل، وهذا ترمسو بالقهوة. كلها إبداعات، روحها مسوت لنا بسكوت نعيم، ما أدري مسوت لنا بخبصة الدنيا خباص، المهم كله فنان وغاوي. لا تقولوا ما حد قال لكم. وهذا
هذا طالت عماركم عبارة عن خبز رقاق بر ومسوتنه وطاحنتنه وخادمتنه مسوتنه شارات البسكوت. وهذا أربع نمونات. الأربع نمونات طالت عماركم عبارة عن بوكس في ميكس، مثلا كرواسو محشوب البستاشو ومغطى بالشوكلت، رد فلفت ترابل ورقائق شوكلت من غير هاي روحها زين، وسوفت بيكان وجوز البيكان مع الكراميل والمغطى بالشوكلت. هاي أربع نمونات. كل فنان وكل زين وكل وغلبيته كل جربته منه. هاي باقي آخر وحدة ما جربتها، هذا اللي حبنا اللي الرد فلفت. أقول لكم بنحط لكم حسابها، ضروري الكل منكم والجميع يجرب أبوي هاي المنتوجات. هو دعم وهو شيء فنان، هو دعم منكم وتشجيع لبناتنا، وهو شيء زين. ما بنتم مسوين الحين شيء يميله، هاي ما بيميله، ها تشجيع. ويجب على كل انسان تشجيع المنتج المحلي، بالاخص اذا كان طلبه وطالبات وربات بيوت. هذا شيء وايد جميل، مش غلط، شيء انجاز عظيم. وزين الرد في الفكر مو قالك له منو يضعف؟ والله ما حد يضعف. اي والله يا معيت وامطرت فيها البقعه، يا معيت وامطرت، يا ميينه وراكضنه والاول. ها ترى مستوت الدنيا بمكان مال خيل، ما استوت الدنيا قبل التطور وقبل الدنيا هاي كلها. والبقعه هاي كان في شيء قصر او حوي عود يسمونه القصر المهجور، بني المكان وخلص، وهذا غير ما حد رام يسكن فيه. يقولون حد يشرات جن في المكان، ما تعرف شو كان فيه. المهم وكانوا يزيقون، هل انه هاي كل اكيد من محض الخيال، يزيقون اللوادم عسب ما حد يصير المنطقه هذه مثل الاول، لا تصير البحر بدريا، لا تصير ما ادري شو بتيك، لا تصير نخيل في الليل، لا تصير جدي الطويان بتظهر لك الجن. يعني من الاشياء اللي اللوادم يروعون وعيالهم يروعون على عيالهم، اللوادم ما يبونهم يرتقدون ولا يباهم ولا يبونهم يصيرون لا شرق ولا غرب. فلذلك يعني هالأشياء كانت يقول العرب كيف يعني، يقول والله تظهر أصوات ولا شيء، وهذا كله تلقط واحد يكون مدوخ لما في حاسية خطف نص الليل هناك وسمع صوت ولا شيات ونقع صايح في الدنيا كلها، وتمت الناس كلها تتروع إنه يعني انسرت المكان الفلاني ولا هذا تحملوا، فتظهر إشاعة والناس تصدقها. والأول الناس فقارة على ويوهم، ما عندهم خبث ودهاء ويور ومنكر يعني يقدرون يعرفون الأشياء هذه كلها، ما يرومون فقارة. العقلية كانت كل عقليته على قده، ما شيء انترنت ولا شيء تواصل اجتماعي ولا شيء. حين الواحد لو بيفتن على واحد في أمريكا دروب عليه في المرفأ، ليه بيفتن عليه في أمريكا ليه في المرفأ دروبة؟ الجنان و يتشكلون بهيئة بني آدم، ليش يظهر جني ويربوعك؟ يعني ما يبالي كلام، ما يحتاج يغير بهيئته عسب يربوعك، يغير بهيئته لجل بيسوي شيء ما حد يبي يشوفه. تحيدون هاك الخروف اللي عندناكم يا الأول، قرطبو يا قرطبو زخو البدو شو وكلو، قرطبو يا قرطبو زخو البدو شو وكلو، قرطبو هذا هو ادعلي وزايقة عليه همه، زاقت عليه همه، قالت بخليه يتكوي يتهيئ بالجني بشكل ادعلي. ما حب يقول له شيء، نشب وما يدرون ان البدو ما كل محترش حلال عندهم، ياكلون حتى لو بترقد يرقد كل شيء ياكل ما شاء الله عليهم. فلذلك تربت الجنيه خلت ولدها شرات ادعلي على اساس انه ما حب يقول له شيء، نشب ابوي البدو ذبحوه وشووه وكلوه، وتمت عاد الصيح قرطبوه يا قرطبوه زخوا البدو شووا وكلوه، تمت عاد الصيح على ولدها. هي يمشي عدالهم وصار قرب وين في الحضيرة وزخوه وشووا وكلوه، تمت عاد اللي متصايح مثل ما قلنا لكم، قرطبوه يا قرطبوه زخوا البدو شووا وكلوه. وين سايرين ابوي؟ سايرين مدينة زايد. ابونا بنسير ليه في الباهية؟ قالوا لنا ابوي لا سير ابوي في مدينة زايد، شي ابوي عياده بعياده مركز وبتخلصون امورك. الحين جريب ركز على حالك زين،
سيروا هناك تحفصون تفحصون هذا مال الخشم وتغدوا بخير وسهالة، ولا تسيروا الليل هناك الباهي انتوا جريب ساري ابو ظبي ساري ابو ظبي، ليش تسيرون الليل هناك؟ دخلوا ابوي بدين زايد ويسوق الذهب ورا بناية امير الله يغفله، وهناك بتلقطون العيادة بتسوي يسوق الفحص دقيقتين. قلنا لهم ان شاء الله وهي والله بيخالف ما يوالف. يا مدينة زايد يا معية وامطرت، يا معية وامطرت، يا مالك من الذكريات يا هالفريج. هذا فريج يسمونه فريج قب مفريح الأول، وعالي بيت قوم هامل يا مال الجنة. هذا فريج قب مفريح، فريج قب مفريح 5 6 7 بيوت، هذا عدال هذا، وعاليهم بيت حياة حامل بن غير يا مال الجنة الباردة. اي نعم، وهناك بالبنايتين هاي لك خياط يسمونه خياط وزير. اي حافظ يا حبيبي، وخياط وزير وما ادراك ما خياط وزير. خياط وزير طالت اعماركم هم مال في اي بي، دكيكين باب واحد، دكيكين دورين فوق هاي في السقيفة يسمونها السوريين يسمونها السقيفة، منزلين دكان فوق بعد مسوين مربع ويمكن 6 أو 8 خيايط كلهم باكستانيين كلهم باكستانيين. وتو طايح الفولك هاك الايام، تو طايح الفولك وطايح فصوص الرمبو وطايح الدنيا. ما نتخط في الحرمه مسير يومين تلقط الصليجي عشي، الصليجي عشي من كثر الفولك من كثر الفولك، وفصوص هذا الرمبو بتموت اللي وادم عليه، بيموتن عليه بيموتن موتن وحياتن هذا الصليج، وتو طايح شو خليت عاد ينن. هي والله هذاك مكانه بالبنايتين، مره تظهر بيت قوم بيت حيات هامل، مره قدام وجهك بين البنايتين بكل سهوله وبكل سلاسه. اتي ابويا هالنمونه درعم مركز صحه للمسح من المركبات ينص بدين زايد بكل سلاسه وبكل يسر. ها على ما تشوفون اتي خلص سلام 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 عليكم ورد السلام. ماشي ابوي لا سير ولا تعال. شفتوا بالله هيك ترتيب كيف؟ هذا ترتيب. تجيب ويا وتتفيزر بسيارتك ويونك رسم الخدمة. خلاص بس تحط الأمور هنا؟ شيء بسيط ولا يبقى على صدع ولا يبقى على ديانة. وظف له تشوف؟ لا نحن متطوعين. متطوعين ما شاء الله عليك الله، منو أنت شو اسمك؟ عبد الله. لا الكامل. بس عبد الله روحه والله مرحبا مرحبا ابو حميد مبسوطين الحمد لله زين زين ان شاء الله ان شاء الله. اقول لك الحين منو بيسوي لنا الفحص؟ الفحص ياخذ من 24 48 ساعه زين، ونتيجه الفحص حسب يعني شيء اقسام شيء من البلديات شيء يعني عندنا فوق زين. بس شكرا ما نشوف شغله ان شاء الله. Good afternoon. What is your full name? خالد احمد عبد الله وخالدي. And your name? My name is Iti. Iti? Iti Jain. Iti Jain. From Kerala? From India. No, but from which part in India? From Delhi. Delhi? ما شاء الله عليك. يلا. Hi. Thank you. Where is the small one? Inside, more please. More? More please. Thank you. شوفون هايك مقبرة مدينة زايد فيها مقابر هنتين عمارهن حاليا من تسكرن أكثر من 30 سنة متسكرت المقابر اللي في مدينة زايد. مقبرة في أولها وين لو شيء فندق يسمونه فندق بعلبك عدال بعد شيء فندق اسمه سترند هناك شيء بمقبرة، والمقبرة الثانية هذه اللي هني اللي توني صورت لكم إياها هاي بهنتين هم الزرات من أكثر من 35 سنة. أنا المقبرة هاي لي أخو فيها، لي أخو فيها صغيروني يمكن عمره ما أدري كم من شهر، حياة أبوي أنا وياه ودفننا فيها المعشرة اللي تشوفونها. هاي المقبرة الثانية تشوفوها، هاي وحدة تحت المسجد هذا، والثاني هاي اللي توني صورت لكم إياها مقابر هنتين.
مرحبا يا اخواني ويا اخواتي، هذه دعوه اوجهها لاهل العين واهل ابو ظبي لحضور معرضنا العقاري في مدينه العين بالتعاون مع شركه بنغاطي للتطوير العقاري. المعرض بيكون ان شاء الله في العين مول من يوم الخميس الى يوم السبت، يعني من تاريخ 29/10 الى تاريخ 31/10 يوميا من 10 الصبح لين 10 المساء. والمشروع اللي راح نسوق له في المعرض ان شاء الله هو مشروع بنغاطي افنيو، هذا اللي تشوفون قدامكم. موقع المشروع في مدينة دبي الطبية، يبعد المشروع 4 دقائق عن منطقة برج خليفة ودبي مول. المشروع يتكون من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة. تبدأ أسعار الغرفة والصالة من 586,000 درهم، أما بالنسبة للغرفتين وصالة فتبدأ أسعارها من 840,000 درهم. بالنسبة لطريقة الدفع جدا مميزة، دفعة أولى 81,000 درهم، وشهريا تقريبا 6,700 درهم، و50% تدفعها عند الاستلام. الأهم من هذا كله، إذا تاخذ هذا العقار عن طريق وليد الزرعوني تدخل السحب على نيسان ترول 2020. اللي يبغي معلومات أكثر عن المشروع أو عن المعرض يقدر يتواصل وياي على رقم التواصل اللي موجود على الشاشة، وأنا حاضر وتحت أمركم. ما أقولكم من البيت اللي ما في حرمة ما يسوى حرمة، أي بيت ما في حرمة ما يسوى حرمة. شوف بالله عليكم، أمساة يوم يوني ضيوف، والله يبوك البيت ما شاء الله العمالة المساعدة كثيرة، لكن يوم البيت في رعاية البيت روحه يسد. هي والله اللهم لك الحمد. هذا اللي شفتوا لي جايين اليوم، حطينا حق الجماعة اللي جايين. طاع الزين أنتوا، هذا شوف الزين بالله عليكم. ليت يا بت 75/1 شراتك يا ابو محمد. ابوي انتم ما تبغوا التصوير ممنوع؟ ما بطايعين ابوي، ضيوفنا قالوا ابوي لا حد يصورنا. ها هذا ريال وها ريال من الشارجه تراهم جايين، وهذه سيارتهم. ربي ان شاء الله ما يبين رقم، لا بيبين. ايوه اكو الشارجه، شارجي وسلام باليوز وعسكر نظام. حياتكم شفتوا حد مشتحن بعمره هالكثر؟ هي والله والله اني فنان وحشراتي في الدنيا العوده، الا التركواز روح اموال ويا الكراسي. هي والله كل زين بالعماله، ترى حاطين هذاك لاجل شو؟ لاجل فديته محمد بن احمد بن خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي، ما يهني ويكسر الدنيا فديته وهو سالم. فدوه عنه كل شيء، لكن ما في يخرب دنياي واغراضي. هي والله اقولكم هاي السكنات معروفات للكل، وهاي الفنايل كلهن للكل. زين يا اخي الفنيال هذا تعرفون منو له؟ هذا لينا، هذا روحي انا، ما شيء ما بكل حد يعيب انه الفنايل الكبار، انا يوز لي هاي الكبر الجف، هذا حقي انا وهذا حق ضيوفي. اي والله ابداع، ابداع هالمشروع، ابداع ما شاء الله على اللي شو اسمه المشروع ابراهيم مال البنيه هذه، بعثنا الاعلام مالها لازم تتذكر الحين مدام فيديو شغال، احنا بنعد عليكم. يلا قوله يا الاربع، ما شيء تهز راسك، ما بيخوز الفيديو شغال لين تقول. يلا نسيت محمد، والله نسيت. شو اسوي؟ انسولين. شو يعني انسولين؟ اسم المحل؟ اسم المشروع. لا اسمه بالضبط شو؟ اسم مشروعها انسولين. ها هي مره يعني اعلان مرتين على فكره، يعني هذا ابوي حسابها رأية المشروع هذا دقيقة وما شاء الله عليها الله يحفظها. أقولكم اتضح أن البنية هاي رأية المشروع دكتورة أسنان، ومسمي البزنس مالها أنسولين، لأن الأنسولين يوم يدخل الجسم السكر شوكولات ولا حلاوة ولا فرني ولا محلبية ولا خنفروش ولا تشوك أي شيء من أولها اللي مسوت، أنه هي الأنسولين هو اللي يفرز الجسم ويخفف من مفعوله، يخفف من السكريات. هي ولا شو بعد يقول لا صح فكرة، ترى يوم حد عنده مقابلة ولا انترفيو ولا بيصير يقابل حد في جامعة ولا في وظيفة ولا عنده جلسة استجواب ولا مساءلة ولا علم ولا خبر، يقولون لازم تاكل شكر. ليش؟ الشكر يعطيك قوة وطاقة ويخليك تنطلق في الرمسة، قد يهد ربان. فاللي بيصير ابوي عنده شيء انترفيو لازم تاكل حلاوة، عسب الشو يخوز عنك الحفوز وربطة اللسان، وين تخوز العقدة في اللسان، وتغدي ابوي لسانك على ما قالوا هالكويت، لسانه يلوط اذانه. يلا.
هنا طالت عماركم المفروض مثل ما تشوفون الحين هالبالمشارع المنزلية كل موظفين وموظفات الدكتور بروفيسور عالم عند أي وظيفة عنده اللي عنده وظيفة ما تيود عن نشاطه وعن حبه لإظهار هواياته كانها خياطة ولا تطريز ولا كيك ولا أكل ولا رسم ولا أي شيء كان. فهذا شيء وهذا شيء آخر. يقولون المصريين طز ملهاش دخل بمرحبة، مرحبة غير وطز غير، كلهن بوين قالن ويظهر من ثم واحد، لكن طز غير ومرحبة غير، هذا اختصاص وهذا اختصاص آخر. تشوفون كل ثلاث حبات اليوم، أسفتي ما بطيع أسكت. الحين هذه طبيبة موظفة ومسوي مشروع ومشروع حيكد ويشتغل وعندها ما شاء الله طلبات، أنت شو يارس تسوي وأنت شو ميلسنت تشي لا شغل ولا ضمنه؟ لازم كل منكم الجميع يشتغل ويكد ويساعد عمره. كل شيء ببيزات، الرمس حتى ببيزات. لا تقولوا ما حد قال ما قال لكم. الجماعة تغدى وخلصوا وعين من الله خير. انزين يقول لك ما بعد العود قعود، هاي معلومة خاطئة. ما بعد العود إلا القعود، يعني تو الهوى بادي. ما ببوي ما بعد العود قعود، لا ما بعد العود إلا القعود. أقولكم الفرق شاسع، فرق السمع الأرض في كل إنسان وطريقته. هذه نحن طريقتنا في الشوي، عساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور مثل ما عودناكم. الصبح شيء والمساء شيء، عرضين شيء، ساعات يستوي حتى ثلاثة. يوم الشيء يزيد الماء الطحين يستوي حتى ثلاثة. يوم الإبداع كثير والجودة عالية والطلب كثير والمستفيد والمستفيدين وايدين. لو ما كان عليه طلب ما كذا. وقلنا لكم من قبل كل من كبر بان وكل من بان زان، وهذه حين نحن منتجات اللي تينا كلها أشياء جميلة وإبداعات في منتهى الروعة، مما تشتهي النفس. إتقان في الخدمة وإتقان في التقليف وجودة في المنتج وفي التصنيع. open please. هذا أول منتج عندها، وهذا المنتج الثاني. فتحي يا الله عجيب أم الحناية، صبري هذا خلاف. هذا طالت عماركم فتت ورق عنب بالشيتوس وشبس عمان، وهذا مسخن والسوس ماله وياه. شفتوا طريقة التقليف كيف؟ شيء لا صار ولا استوى. open one of these please. اعطيني خاشوبة يا الله يا ربي. ايش اللي عاد هاي؟ ايوه فكرة جديدة والناس اذواق. لك الخاشوقة هاي عاد ما والمتني انا، ما يعيبني الا هاي، ما يبالك هلا. المنتج جودته وطريقة تغليفه والاشياء المحطوطة ها فوق عن الزين زين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يبوخ منه فنان، مستحيل انك تبتدي في واحد ما تكمل. هذه طالت عماركم، هذا المسخن اللي ملفت للنظر انه مسواي طريقة محكمة وفنانة، يدلك على شياكة راعية المشروع. وهذا المسخن هذا السوس ماله، ما بيجي انك خرسان ولا في رطوبة، لا حاث وفنان. والله يا ابوكم النمونة ما شاء الله عليك، ما اقول عنك شيء ما واكل. قعدتولي قال يوم الواحد بيقول نحن طعمنا طباخ العرب كلها، العرب كلها يعني كل من كل بيوت من اللي في الشرق واللي في الغرب ولا لا 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 لا. فلذلك يتم طعم خدمة البيت مختلفة. فلذلك كل بيت في دولة الامارات وكل عمل منزلي تأكدوا انه جيد، لأن ما حد يطبخ في بيته والعيال والناس ومحبينه إلا الشيء الجيد. هذا حين من بعد الأكل والتذوق ييكم السويت. هذه حلوياتها
وين ما تبون منتجها يكون ناجح في ذمتكم، في ذمتكم. أذمم راعي الذمة، منو منو اللي يقول يعطي يعطي في ترتيبه؟ شل هذاك، شل عدوك برق، منو يعطي حق ولا باطل؟ يب على عين الله تصير عدوانك من الحناية. أقول لك تعال شامبي، تعال أنا شو معي بندت فنان وخواش هيجهن وياهن زين. يا غير أنا طالت عماركم ما أحب إلا خواش هيجهن اللي شوية منتهضات أكبر. هاي وايد صار حسنا مال صارية مالي حال كان يعيبني شيء طول. هذا رز ملاي بالزعفران ما يبالي كلام. طيب الله عليك، شو الله عليك ما زين. تعالي ابن حجي ها طالت عماركم فيه كيك وفيه باشن فروت وفيه مانجا ثلاث نمونات. ها تعال تعال اوبن ما يدري خلي دي ها يا ويلك نمبر 1 ولا نمبر 2 نمبر 1 اشكر فنك ها بعد زياده ها بعد يلا 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 والله يبوكم دفنا بيتغيرون يبوكم كثر الصلاة. وهذا طالت عماركم كيك بالحليب والزعفران بعد من غير كيك بالحليب والزعفران والله يبوكم تحرى بيطير مقفل عليه تقفل طعمه زينة طعمه زينة شكل روحه غير نمونه. هي والله نو بيضعف والله يبوكم مستحيل اضعف وانا هالنمونه اخمخم نصبح لين امسي. بسم الله هذا من ألد السويتات اللي بحياتي قلت لا تقولوا ما قلت لكم واللي بيجرب وما بيوزله أنا مسؤول ولكم عين تنظر أدواق كان أنا ذوقي عيب أغلب الناس وفوق عن الزيت زين تأكدوا أن المنتج هذا وايد زين. عليكم بالعافية والله يرزقها ويرزقنا ويرزق أمكم محمد أجمعين. هذا ترى ما بإعلان، هذا أبو جايلنا من عند عرب، هذا جام جايلنا هدية. ها جام هوم ميد راعيته روحه خادمته طرشت لنا هدية قالت أن هذا ما بإعلان. تقول ما بإعلان لكن نحب ننزل عاد شو بنسوي لا حول ولا قوة ما باليد حيلة تستاهل. تأخرت على الجيم سيرة الجيم وقلها واحد كان اللي جالس وصرت 24 ساعة زين شو أسوي؟ ما بيدي حيلة. السلام عليكم. How are you girls؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الذهب الأصلي. حيدو الأول خليل عيلبوني في تلفزيون وضع ينزل ينزل شو اسمه برنامج الذهب الأسود. نحن نبوي هذا الذهب الأصلي مال خليل عيلبوني الذهب الأسود ونحن الذهب الأصلي. هذا أبوي الذهب الأصلي على ما تشوفون تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين. ها ذهب 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 ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. حد يصب وحد يلزق وحد يركب استيكرات وحد يزل والدنيا مطرجة ما شاء الله. الله هذا الجدر الحين ترى كله ماخوذ وان شاء الله المريال اللي عقبه بيبتدي ناخذ الطلبات الجديده. هذا الحين كله ماخوذ هي طلبيات ما شاء الله زياده من اربع ايام كله نظهر طلبيات الحين من عقب يومين بناخذ الطلبيات الجديده ان شاء الله. وسامحونا على التاخير سامحونا على التاخير ترى الجدر يركب على الضوء يوم كامل ولين يصير يبرد يوم كامل ولين ينزل يوم ولين يتجسم يوم ياخذ وقت. واحد ما بملول فالحين انتم بزل له ولا طوي بتغرف منه. ثانك يو جيلز ثانك يو حفيظ ثانك يو هريس. والله العنب ما فيه حيله رقم واحد اكلته بدون غسيل. اسمي شورك يا ابو محمد رقم واحد. مساكم خير ونور ورضا وسرور
علشان ابوي يصير اعدل لحيتي واخف اللحي واتعدل ما صرت الجيم. اي والله ما صرت، ما رمت، كلت وايد على الغداء ونشيت المغرب، كلت وايد حلويات فانفزر بطني. وين بروم اتمرن؟ ما رمت اتمرن. فلذلك ابوي قلت في خاطري هي خربانه خربانه، فلذلك ويت وضبي عند الحلاق وخف لي اللحيه وعدلنا الزلف وغديت على ما تشوفين بعد تشوفين تشوفون ما في الحاضر مدح. وباكر ترى شيء سيارة بحر ان شاء الله، باكر بتسوي سيارة بحر وضحك وسوالف وبناكل سميكات وبنشوف محمد البنغالي وبنشوف متوه وبنشوف اليزوة والشباب والربع كلهم اذا الله جعلنا بالحي. انزين اني بويا لين مربط الفرس، مربط الفرس طالت عماركم سالم الشعيب المجوهرات مسوي لكم بوي تخفيض غير نمونه 10% خصم على المصنعيه بالنسبه للذهب بمناسبه المولد النبوي الشريف. انزين وتخفيضات قويه على اللي بياخذ الاحجار منهن الالماس على زعامه يعني في المقدمة. وعادة سالم الشعيبي في كل مناسبات الدولة والإسلامية ينزل عروضات وايد جميلة وايد قوية وحقيقية، مش يعني شيء مبهم، لا حقيقي وملموس. فلذلك اللي ضاري على البيع والمشترى يعرف أن سالم الشعيبي يوم بيقولون عندهم تخفيض يعني عندهم تخفيض، ما برمسة عادية. وهم روحهم طالت عماركم يتحملون القيمة المضافة اللي هي الضريبة الضرائب، هذا عليهم هم يشلونها. مالكم إلا لحم صافي، لحم صافي، العظم خلوه لهم العظام، وانتو إلكم لحم صافي والعظام أبويه إلهم، انتو إلكم لحم صافي، إلكم الشيء الزين الرقم واحد اللي ما شي شراته. ما يقصرون الوقت اللي خطف ولا بيقصرون ان شاء الله مستقبلا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه هاليوم. الايام المبروكات اللي علينا ايام المسلمين كلها مبروكات، يا غير بعض الايام بعد لهم ميزه مثل هالايام الحمد لله رب العالمين. احتفالات الدوله في هالايام المبروكه. أبو ظبي ما شاء الله تبارك الرحمن في جميع مناسبات اللي تستوي على مستوى العالم تتزين مبانيها وتتوشح باللي تشوفونه، جميع أنواع الزينة والفرح والسرور في كل مناسبة. فدومها وافية، وافية العاصمة، دومها وافية في كل كبيرة وصغيرة، في جميع المناسبات وافية، في جميع المحافل وافية داخل الدولة وخارجها، تشارك الأمة العربية والإسلامية حتى اللي في آخر الدنيا، كل مناسبة تستوي عند العالم تشارك فيها، لو بالرسائل، لو من البعد، لو من بشاشات العرض اللي تشوفونها، كل مناسبة تحصل في أي بلاد بوظبي تشارك. عمار عمار يا دار الفلاحي، عمار يا دار الفلاحي، يعلى الله يحفظك من دار.